بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا بوضح السؤال البرلماني اللي وجهته إلى وزير المالية بخصوص الكويتية للاستثمار، وتملك فيها الدولة 67.2%، ويراقب عليها ديوان محاسبة ونطلع على تقاريرها والبيانات المالية. كلامي كان واضح، ومن حق كل نائب أن يوجه سؤال برلماني. فبالتالي أنا وين أرى الخلل الذي حصل؟ استناداً على المادة 121 من الدستور، بما معناها لا يجوز العضو أثناء فترة عضويته أن يؤجر مال من أموال الدولة أو يساهم في شركاتها إلا في المزايدة العلنية أو المناقصة العلنية أو الاستملاك الجبري. استملاك الجبري يعني يا ورث يا حكم محكمة، يفترض أن تكون مزايدة علنية أو مناقصة علنية. هذا الأمر ما حصل، لذلك أنا وجهت سؤال واضح وصريح لا يخص فقط أعضاء مجلس الأمة، إنما أيضا المسؤولين عندما طرحوا هذا الاستثمار بالنسبة للاكتتاب. يفترض اكتتاب عام، وإذا ما كان اكتتاب عام اكتتاب خاص، ولكن على الجميع يحطون إعلان، لكن هذا الأمر حسب علمي ما صار. فبالتالي وجهت سؤال برلماني واضح وصريح في كل البنود والأمور لتوضح الحقيقة. لكن لا أعلم استنفار الأخ الفاضل نائب محمد المطير، وذكر أن حولها النيابة، وبسلط الضوء على أن يوم وافقنا أن يتم إعداد التقرير بالكامل عن طريق حماية الأموال العامة، هو ترى رفض، يعني هذا واضح رفض. فايش حق أنت تقول أن حولوها حماية الأموال العامة، وكان يشير ويلمز ويهمز علي ليوجه سؤال برلماني. فواضح أنا من حقي أن أوجه السؤال، ومن حق أي نائب أن يوجه سؤال برلماني. أنا أتكلم مو بس اليوم احنا نتكلم عن مخالفات دستورية، أتكلم أدبيا وأخلاقيا، هل يجوز لأي نائب أتكلم بصفة عامة أن يتعاقد مع شركة أو يكتتب فيها؟ ما أتكلم وأنا كلام موجه للكاميرات، أنت يا مواطن ليه كان ما كان لك الحق أنك تكتتب؟ ليش يكون عضو مجلس أمة أو مسؤول أو غيره؟ احنا نتكلم عن مبدأ العدالة والسواسية، وكلامي واضح. فبالتالي مهما يكون سواء محمد المطير أو أي نائب، لن يثنيني من عمل الحق وإجراء الصحيح. فبالتالي أنا وجهت سؤال واضح عن إجراءات الاكتتاب بالنسبة للكويتية للاستثمار، كانت تم للشركة، والشركة كانوا يبون يطرحونها لاكتتاب وفي البورصة، وصارت هي قابضة، يعني معناتها شركات تابعة فيها. ورد أكرر، اليوم النائب صفة الرقابة والتشريع، فبالتالي من حقي أني أوجه هذا السؤال على المسؤولين وأيضا على النواب. إذا كان محمد المطير أو غير محمد المطير استفز أو غضب، لن يثنيني عن هذا الأمر، وأنا ماشي في هذا الطريق، تكلم أخلاقيا وأدبيا لا يجوز. فبالتالي أما الأمور الأخرى القيل والقال، أنا أقول بالنسبة لي لا يؤثر، وبستمر في نفس الدرب. وإحنا إذا أقسمنا لا نكيل في المكيالين، إذا كشفنا قضية نكشف قضية أخرى ونحقق فيها. فبالتالي لما احنا نقول، وانا واحد من الناس وجه سؤال برلماني، اذا كمل التحقيق يروح النيابة، هي جهة التحقيق وهي من تنصف الجميع وتحول الى المحاكم، فبالتالي سوينا الحق. اما بوضح جزئية، انا لا اظلم احد ولا عيل ولا ابدي على احد، من يتطرق لي يتحمل. فبالتالي هذا الامر احنا ماشين فيه الاجراءات. اما اذا بتكلم على الامور السياسية، انا بقول يعني محمد المطير يعني للأسف انحدر، انحدرت جدا، انحدرت بالنسبة حق الكلام اللي قلته، أنا ترفع. أما أنا أقول احشم نفسك شوي يوم قلت أن السعدون حماد، أنا متفق معه، السعدون حماد أنا ما أعرفه إنزين. فبالتالي هو قال وفضحك، يعني لو ساتر على نفسك أبرك، وقال أنت سعدون حماد، يقول له أنت تتبعني لما كنا نروح حق الشيوخ، وكنت في موقف لا يحسد عليه، فعلا ما كنت أبي أشوفك في هذا المنظر. فبالتالي إذا برجع لتاريخك، أنا أقول بترك لك جزء وما بتكلم بكثير. أنت رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد حولته إلى الدستورية، الشيخ أحمد الفهد حولته إلى التشريعية، كتاب عدم تعاون على سمو رئيس الوزراء السابق ما كنت مع كتاب عدم تعاون، لكن عندما أحمد الفهد طلع من الحكومة سويت روحك معارض، حقك تبي تسوي روحك معارض، لكن لا تجي صوبي، خل شغلك بعيد عني. فالأمر اللي بوضحه هي جزئيات قلتها وذكرتها بكل ثقة، وأبي أختم في جزئية رئيسية. أنا ما عندي خصومة مع أي نائب ولا وزير، بشوف الحق لو على نفسي لطبقته،
فلا يتوقع أحد بيأتي لي بالصراخ لا أزيد، واللي بيرد يتحمل الرد. وأنا قلتها، أنا مشيت في إطار صحيح دستوري، سؤال برلماني، وأيضا حماية المال العامة مشوا في هذا الإطار، من ثم يبون يحولونها للنيابة، هذا أمر يتعلق في مجلس الأمة. لكن الخلط الأمور وأتكلم على السياسة، أنا أقول لي نائب حمد المطير أو غيره ما راح تغيرون من الأمر شيء، ماشي في هذا الخط. فالبعض اليوم يبي يخلط الأمور، أنا شوفوا ترى الناس علي، ترى دائما اللي يسوي زحمة وشارع فاضي ما يكون عنده حجة، يخلط الأمور عسى يبين أن أنا أن كأنه رايح شخصي، أنا رايح بإطار صحيح وفق الدستور واللائحة الداخلية، وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي. فالجزئية اللي بختم فيها أن أي نائب وفق البرلمان والدستور أنه ممكن يطرح المواضيع في الجلسة أو يدز أسئلة برلمانية أو لا حق أنه يعمل لجان تحقيق ولا حد يمنعه. فالبعض يبي يسوي نوع من الإرهاب، يتوقع أن النواب الثانيين أنه والله ممكن يتراجعون، أنا لن أتراجع، اللي بيزيد أزيد وماشي على الحق ووفق القسم. لكن النقطة اللي بقولها، يعني عندما يعمل روحه معارضة أخ محمد المطير ويقول أنه يعني كأنكم أنتوا تجمعتوا علي، أنا ما لي علاقة بسعود الحماد، قد يكون صديقك، هذا أمر يرجع لك، لكن استجوابي الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وكنا نتكلم في الجلسة أنه صفقة انتخابية وهو انسحب وجير أصواته لرئيس المجلس، وهذا كله طرح في الجلسة. قول اجتمعت مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ولا ما اجتمعت معاه؟ يا المعارض اللي ضد رئيس المجلس كما تدعي، ليش ما وقفت مع الاستجواب؟ أنا ما بوقفتك أصلا، لكن يبين أن أنت شنو وضعك، فليش أنت اجتمعت معاه؟ وقول، قول الحقيقة شنو وضعك. المشكلة أنه ما قعد بالاستجواب، قعد بدايته ومشى. شلون حكمت على الاستجواب أنه صحيح ولا مو صحيح، كيدي ولا مو كيدي، محق ولا غير محق؟ فأنا بترك لك مسافة أنك على الأقل تلغي وتمسح تاريخك السياسي وتبدي من جديد. فبختم وبارك الله فيكم، إذا في أي سؤال لا حتردد، تفضل. سؤال وجي، ليش وجهت هذا السؤال في هذا الوقت؟ هو تناسى أن في مجلس المبطل 2012 كان في لجنة تحقيق وأبطل البرلمان. مجلس 2013 أنا قدمت استقالتي خلال 10 أشهر كان موجودة في لجنة التحقيق في ذات القضية. ومجلس الحالي ومجلس 2016 كانت القضية ويبحثون في حماية الأمان العامة. ما عندي المعلومات الكاملة، عندما صارت عندي المعلومات الكاملة ودزيت بسؤال برلماني بتحقق منها، فمن حقي هو لا محمد المطير ولا غيره أنه يملي عليه يقول ليش دزيت ولا ما دزيت. السؤال لازم إحنا نسلط الضوء عليه، لما يقول حولوها النيابة ليش هو رفض؟ رفض لما قالوا إحنا نعطي شهر للبرلمان على أساس إعداد التقرير، هو صوت ضد. فأنا أقول لكم بكل هدوء بكل ثقة، ماشي في هذا الدرب، اللي عنده شيء علي خلي يقول. الحمد لله ما عندي شركات، ما عندي أسهم، ما عندي عقارات، جاي طرق الدشداشة للرقابة والتشريع، وبالتالي نسأل الله التوفيق لمصلحة الكويت. أنت سألتني أن الأخ محمد المطير اجتمع مع الوزير عادل جار الله الخرافي حسب ما أنا ذكرت، أنا ذكرتها في الجلسة، لا نكر ناب محمد المطير ولا نكر الوزير عادل الخرافي. إنزين، وهو اجتمع قبل الاستجابة حسب علمي، خلي ينكر، لكن المواقف تثبت. المواقف هو يدعي أن أنا ضد الرئيس وأنا ضد مرزوق الغانم، ما هذا الاستجابة؟ خلني أكون صريح معاكم، ما عندنا شيء نخفي، أن الاستجابة وجه لوزير دولة شؤون مجلس الأمة عادل الجرار الخرافي، ولكن ذكرنا احنا من ضمن الاستجواب انه انسحب ونزل بيان بالانتخابات وجير اصواته لرئيس المجلس ونصب وزير، هذا الكلام قلناه في الجلسه،
وهو ما وقف مع الاستجواب حقه، لكن لا يدعي أنه ضد رئيس المجلس ويدعي المعارضة ومواقفه. يعني لكل أمانة أنا قلت جزء منها، ما بأسرد الكل، كان يساند أحمد الفهد تحويلها للتشريعية للاستجابة والوجه له، أيضا ناصر المحمد حولها للدستورية وأيضا حولها للسرية. شنو بقى؟ شنو بقى ما سوى اليوم أنت معارض؟ أنا ما أفهمها هذه. فبالتالي أنا أشكركم، وإذا كان في أي سؤال أنا حاضر. قواكم الله.